بدر رحمه الله. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة والمسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذلك لضرب عزم قصدا صاحب ودون قصد غلط به سلب كزره خارجا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذنا بالمدى ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاضة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمزيلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا على البدل في اللغة هو العوض وفي الاصطلاح التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قبلت زيدا يده تابع وهو مقصود الحكم، أنت قبلت اليد بلا واسطة بخلاف عطف النسب، تقول جاء زيد وعمر، عمر تابع مقصود بالحكم جاء كما جاء الأول، لكن جابت الواسطة، جاءت بالواسطة وهي الواو حرف النسب. واضح؟ التابع المقصود بالحكم بلا واسطة والمسمى بدلا أقسامه أربعة: مطابق ويسمى بدل كل من كل، نحو جاء زيد أخوك هو زيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم عليهم هو الصراط المستقيم، هذا مطابق. أو بعضا نحو قبلت زيدا يده، اليد بعضه، قبلت زيدا رأسه، الرأس بعضه. والله أو ما يشتمل عليه بدل اشتمال، نحو أعجبني زيد علمه، أعجب الجواد سرعته، سرق زيد متاعه، يقولون بينه وبين المبدل منه علاقة بغير الجزئية، أعجبني زيد علمه، العلم ليس جزء منه، يسألونك عن الشيء الحرام قتال فيه، القتال ليس جزء من الشيء الحرام، هذا يسموه بدل اشتمال. أو كمعطف ببل، يكون كالمعطف ببل وهو الإضراب، وذلك ثلاث أنواع: بدل بدا تقول ركبت فرسا حمارا، أخبرت أولا بأنك ركبت الفرس ثم بدا لك أن تترك الفرس وتأتي بالحمار، يسمى بدل بدا، بدا لك غير ما قلت أولا، بدا مصدر بدا يبدو بداء. هذا نوع. النوع الثاني يكون نسيانا، تقول ركبت حمارا ثم تذكرت أنك لن تركب الحمار وإنما ركبت فرسا، تقول ركبت حمارا فرسا، يسمى بدل النسيان، قصدت الأول ثم تبين لك أنك متناسيا فذكرت الثانية. أو بدل غلط، الغلط يكون اللسان سبقك، أردت أن تقول ركبت فرسا فقلت ركبت حمارا فرسا، يسمى بدل غلط. واضح؟ قال رحمه الله: وذلك لضرب عزو إن قصد صاحب، إذا قصدت أن تخبر أولا بالأول ثم بدا لك غير ذلك فهذا يسموه بدل بدا ويسموه بدل إضراب. ودون قصد غلط به سري، إذا كنت لم تقصد وإنما سبق اللسان فهذا بدل غلط. واضح؟ شيخ النسيان والغلط، النسيان لا، النسيان في القلب، النسيان في القلب والغلط في اللسان. شيخ في النسيان يقصد الأول، النسيان قصد الأول ثم بدل ثم ظهر له فساد ذلك، لم يظهر له الأول، بدل البداء والنسيان كل ما قصدت المبدل منه. واضح؟ الأول بدا لك أن تتركه لأي سبب لا ندري عنه، والثاني ظهر لك النسيان وأنك أردت الحكم في الثاني ثم والغلط سبق اللسان فقط. فضل هذا أقول كزره خالدا، مثال لبدل كل من كل، زره خالدا، خالد هو الهادي كله زره. فضل قبله اليد بدل بعض من كل، وعرفه حقه بدل الشمال، وخذ نبلا مودا، نبلا مودا يصلح الجميع. إذا أردت أولا أن تقول خذ نبلا ثم بدا لك لأي سبب أن تترك النبل وتأخذ المدافع بدل بدا أو بدل إضراب، وإذا قلت أولا خذ نبلا ثم بدا لك أنه غير موجود وأنك لا تقصد أصلا فيكون بدل نسيان، وإذا أردت أن تقول خذ مدا وسبق النسيان إلى النبل فهو بدل غلط، بالمثال يصلح للثلاثة. واضح؟ قال رحمه الله: ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله إلا ما إحاضة جمال، ضمير الحاضر هو المخاطب والمتكلم، لا تبدل منه ظاهرا، لا تقول قابلتك محمودا، الكاف ضمير حضور ومحمود اسم ظاهر، بخلاف ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر، تقول قابلته عليا، ومثال ما كزره خالدا، عرفت؟ وتقول لا تقول أكرمتني سعيدا، سعيد بدل من الياء في أكرمتني، والياء ضمير تكلم لا يقال هذا. واضح؟ ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تدل إلا ما إحاطة، إذا دل على إحاطة لا بأس، مثال ذلك الضمير. نعم الضمير هو الذي يدل على الإحاطة، لا البدل يدل على إحاطة. قال
قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. أولنا وآخرنا بدل منا ولا ضمير حضور، لكن أولنا وآخرنا يدل على الإحاطة. واضح؟ قال عبيدة بن حارث رضي الله عنه في يوم بدر عندما بارز الكفار هو وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، قال رضي الله عنه قال: فما برحت أقدامنا في مقامنا ثلاثتنا حتى أزيروا المنائية. ثلاثتنا بدل منا في قولي أقدامنا، وهو ضمير حضور، ضمير حضور لأن الدل على الإحاطة. ثلاثتنا دل على الإحاطة، واضح؟ أو تضع بعضا إذا كان بدل بعض من كل لا بأس. يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحضور إذا كان بدل بعض من كل، كقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان بدل بعض من كل، ليس كل أحد، واضح؟ قال: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. أوعده بالأداهم القيود، الأدهم القيد الذي يوضع فيه المخالف والسجين يقال له الأدهم. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، رجل بدل بعض من كل جائز، واضح؟ لما اسمعك أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. رجلي قوية، يمشي حافي دائما، يمشي حافيا دائما. كذلك يدل على الشمال، كقول أحد الشعراء كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم لكن نسيت اسمه، قال رضي الله عنه قال: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مهر. قال: إلى أين؟ قال: إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إلى الجنة. بلغنا السماء مجدنا، مجدنا اسم ظاهر أبدله من ضمير حضور لكنه بدل اشتمال، واضح؟ قال: ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. حلمي بدل اشتمال من ألفيتني رياء ولكنه دال على الاشتمال، واضح؟ هذا من قوله: وابتضى بعضنا واشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا. إنك ضمير حضور وابتهاجك بدل لكنه بدل اشتمال، واضح؟ هو اسمه هذا. نعم. ماذا بعدها؟ وبدل المضمن للهمزة يلي همزة. البدل إذا أبدلت بدلا من اسم مضمن همزة مع أنه اسم استفهام لا بد أن يكون بعد قبل البدل همزة. تقول: أزيد عندك؟ أزيد عندك؟ تقول: من عندك؟ من عندك؟ أزيد أم عمرو؟ زيد بدل من من؟ ومن اسم استفهام مضمن معنى الهمزة، مضمن مع الهمزة استفهام. من عندك؟ أسعيد أم علي؟ من أكرمت؟ أخالدا أم سعيدا؟ بمن مررت؟ أسعيد أم علي؟ واضح؟ هذا نقول: وبدل المضمن للهمزة يلي همزة كمن ذا؟ أسعيد أم علي؟ وكذلك ولم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى بدل المضمن إن الشرطية يلي إن الشرطية، تقول: من يقوم إن خالد وإن سعيد أقوم معه. من يقوم من شرطية واسم الشرط مضمن معنى إن لأن هي الأصل في الشرط. وتقول: من تكرم إن خالدا أو سعيدا أكرمه، وبمن تمر أعلي إن علي وإن سعيد أكرمه. واضح؟ أنا أقول: وبدل المضمن للهمزة يلي همزة كمن لا سعيد. قال رحمه الله: ويبدل الفعل من الفعل. الباب كله لبدل الاسم. قال: كذلك الفعل يبدل الفعل من الفعل. قال: من يصل إلينا يستعين بنا يعن. يصل يستعين بدل من يصل، بدل بعض من كل. قال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف المضاعف، يضاعف بدل من بدل بعض من كل من يلقى أثاما. نعم. لماذا ليس كل من كل؟ لعله بدل كل من كل. أنا أعتقد أنه عندما يصل يحتمل أن شيء كثير، وبعض ذلك الاستعانة، وعلى كل أمر سهل. واضح؟ قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا بدل بعض من كل. متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا تريد حطبا جزلا ونارا تأججا. قال: ليس هذا فقط، تبدل الجملة من الجملة. قال: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، أقول وارحل، لا تقيمن بيننا. جملة من جملة، أظهر؟ وإلا فكن في السر وجه لمسلما. أنا أقول: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعني.